السلام عليكم. احنا بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن نظام امتحان العمل بتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله امتحان العمل بتاعنا هيكون في معمل الكمبيوتر، كل واحد فينا هيقعد قدام جهاز معين وهنعرض قدامه مجموعة من الصور اللي احنا كنا بناخدها في السكاشن، ومطلوب مننا نعمل لها ايدنتيفيكيشن او نتعرف عليها. طيب انت الايدنتيفيكيشن بتاعك مش هتكتبه بإيدك، احنا هنجيب لك ورقة. الورقة دي متقسمة لسيكشنز، السيكشنز دي اللي هي كل التوبكس اللي احنا اخدناها، تحت كل سيكشن كل الإجابات المحتملة وكل إجابة اخدها رقم معين، فانت مش بتكتب الإجابة بإيدك، انت بس بتختار الرقم بتاع الإجابة زي ما هنشوف دلوقتي. طيب احنا ايه التوبكس اللي احنا اخدناها؟ احنا اخدنا أول حاجة الميكروسكوب وتعرفنا على الأجزاء بتاعته، بعد كده أخدنا الستورش شفنا الأنواع المختلفة من الستورش، أخدنا أربع أنواع. بعد كده أخدنا الكالسيوم أوكساليت كريستلز قسمناهم لكلاسز شفنا إيه الشكل بتاع كل نوع. طيب بعد كده أخدنا البلانت أناتومي، في سيكشن بلانت أناتومي أخدنا إكزامبلز للليجنيفايد إليمنتس اللي هي الفايبرز والسكليرايدز، واخدنا برضو اكزامبلز للاستوماتا والهيرز من نباتات مختلفة. بعد كده اخدنا الجزء بتاع الليف مورفولوجي، واخدنا اخر حاجة الميديسنال بلانتس واليوزز بتاعتها. طيب ده الشكل بتاع الورقة بتاعة الامتحان. زي ما اتفقنا الورقة بتبقى متقسمة لتوبكس زي ما هو موجود في الصورة اللي قدامنا. التوبكس دي اللي هي اللي معمولة باللون الجراي، اللون الرصاصي. زي ما اتفقنا دي كل التوبكس اللي احنا خدناها، هنلاقي الميكروسكوب باتس اول حاجة، بعد كده هنلاقي الستارش، الكالسيوم اوكسيد كريستلز، الميديسنال بلانتس واليوزز بتاعتها، الاستوماتا، النون جلانديولار هيرز والجلانديولار هيرز، الليجنيفايد اليمنتس، واخر حاجه الجزء بتاع الليف مورفولوجي. زي ما اتفقنا احنا هنعرض قدامك مجموعه من الصور، الصور دي بتبقى اخدة ليترز A B C وهكذا، هيكون عندنا حوالي 15 سبوت من A لحد O. خلاص. طيب انت بتتعرف على الصوره اللي معروضه عليك زي ما اتفقنا، وتروح تدور على الاجابه بتاعتك في الورقه، تشوف الرقم بتاع الاجابه ايه، والرقم ده بتكتبه قصاد الليتر بتاع السبوت قصاد الحرف في التيبل اللي على اليمين اللي موجود عليه سبوت وانسر. يبقى الاجابات بتاعتنا بتتكتب في التيبل اللي موجود على اليمين، مش بنعلم على اي حاجه في الورقه. خلاص. طيب سي مثلا اول سؤال اللي هو سبوت ايه كانت الاجابه بتاعته مثلا الميز ستارش، فانت هتعمل ايه هنا؟ هتروح تدور في جزء الستارش على الميز ستارش وتشوف الرقم بتاعها ايه، هنلاقي مثلا الرقم بتاعها 13، فهنروح هنا نكتب 13 قصاد اللتر A. طيب سي مثلا تاني سؤال اللي هو سبوت B كانت الإجابة بتاعته مثلا النون جلاندولار هير بتاعة السنة والرقم بتاعها مثلا 5، فهنكتب هنا 5. زي مثلا تالت سؤال سي الرقم الإجابة بتاعته كانت رقم مثلا 20، فهنكتب هنا 20. يبقى احنا زي ما اتفقنا الأسئلة بتكون أخدة letters A B C، انت بتتعرف على الصورة اللي معروضة قدامك وتروح تدور على الإجابة بتاعتك في الورقة، بتعرف هي في أهني سيكشن وتروح تدور على الإجابة، تشوف الرقم بتاعها ايه، والرقم ده بتكتبه قصاد الليتر بتاع السبوت الحرف الموجود في التيبل اللي موجود على اليمين. خلاص. طيب انا بس كنت عايزه اكد على حاجه، ان احنا في كل الاسئله بتاعتنا مطلوب منك تعمل ايدنتيفيكيشن بس، ما عدا في جزء الستارش ممكن نسال فيه اسئله بسيطه، فانت في جزء الستارش خلي بالك من السؤال، هل السؤال طالب ان انت تعمل ايدنتيفيكيشن ولا بيسال على حاجه معينه، بيسال مثلا على استريشن ولا على هايلم ولا على اجريجيشن. ونخلي برضو بالنا في جزء الليف مورفولوجي السؤال بيسأل على ايه، هل هو بيسأل على مثلا مارجن ولا تايب اوف ليف ولا بيز واتيفر، بتجاوب بس على قد السؤال المطلوب مش اي حاجة انت عارفها بتكتبها. طيب خلينا نشوف اكزامبل مع بعض. لو فرضنا مثلا ان اول سؤال سبوت ايه
كان السؤال جايب لك الليف اللي قدامك دي وبيسألك الليف مارجن ايه. طبعا الليف مارجن لو بصينا عليه هنا هنلاقيه انتاير او سموث. فاحنا هنعمل ايه؟ هنروح ندور في الورقة على الجزء بتاع الليف مورفولوجي، هنلاقيه موجود هنا. هنلاقي كلمة انتاير او الاجابة بتاعتنا اخد رقم 79، فاحنا هنروح عند اول سؤال اللي هو سبوت ايه ونكتب رقم 79. زي مثلا سبوت بي تاني سؤال كانت اجابتها مثلا فلوين فايبر اوف سينكونا، هندور مثلا في جزء الجنيفايت اليمنتس لقينا الفلوين فايبر بتاعه السينكونا اخد مثلا رقم 60، هنروح نكتب هنا رقم 60. خلاص يبقى احنا بنتعرف على الصور المعروضه علينا وندور على الاجابه بتاعتنا في الورقه في انهي سيكشن، نشوف الرقم بتاعها ايه والرقم بنكتبه قصاد الليتر او الحرف بتاع السبوت في التيبل اللي على اليمين. خلاص محدش بيعلم على اي حاجه في الورقه، كل اجابتنا بنكتبها في التيبل اللي موجود على اليمين اللي فيه سبوت وانسر. اتمنى تكون الفكره وصلت، باذن الله الامتحان يكون بسيط وسهل علينا، بالتوفيق ان شاء الله. ولو حد عنده مشكله في اي حاجه انا معاكم. شكرا جزيلا.